بنتكلم الامر الشرعي عن الشيف، والشيف ده مش موضوع بسيط على فكره، موضوع مهم جدا، انك انت تاخد بيانات المريض المهمه وتكون مجهزه كويس ومفهمه ايه اللي هيتعمل، وزي ما هنقول شويه هتاخد الكونسنت، والكونسنت هنا يا جماعه ريت الكونسنت مش اورا. ليه يا شباب؟ لان احنا ممكن احنا نعمل التيست ممكن في بعض الاحيان، واللي طبعا مش كومن مش كبيره قوي بس وارده، ان يحصل ريسك ان العيال مش كاريزما بيخش في سينكو، ممكن العيال يحصل له شيست جيم، خصوصا لدينا العيال زي ما انتم عارفين بيبقى معاه كوموربيد، العيال عندنا او حتى شيست بيبقى معاه هايبر تنشن او ديبيتس وعايز سيمسات وكذا. عشان كده بنقول ان كنا بتاخد كونسنت مهم عشان التركيز. اول حاجه انك انت كنا متذكر انك تشوف العيان بالبنفيت والريسك بتاعت التيست، مش بتاخد كونسنت كده وخلاص كله موافق. ده في ايتمز انا عملت شويه الايتمز دي لازم تكون في التيست كونسنت. الكونسنت طبعا انت محطوط باللغه الانجليزيه، بس انت المفروض بتكون قايلها للعيان باللغه العربيه انت بتديها له ايتمز ايتمز. وبالتالي هنا الكونسنت مش حاجه شكليه، لا ده هي حق سنين. هتقول له دلوقتي احنا في محلات اختبار، الاختبار ده خليته ما هيفرق معاه ان كان مثلا في الاوردر، هيفرق معاه في هو العلاج اللي ماشي عليه، تلاقي مثلا بيزعمل وعلاج البرمونه هيبرتنشن هو الانسيلنسي بتاعه ده هتحمله. ودول بنفت ولا مش بنفت؟ ممكن تيجي بعد ما انت فتره وهو بياخد العلاج وتعمل له فولو اب، تاخد مره استفسار سياسي تقول له لا عيان العلاج ده مش جاي معاك نتيجه، فانت هتريح دماغك بقى خلاص يعني الدواء ده شوف غيره. فيعني هتقول للمريض اذا كان في بنفت، ثم هتطبق بعد كده اللي كان فيه هزار، هتقول في احتمالات نادره نحصل كذا وكذا. وطبعا لازم يكون الفاسيلتي كلها موجوده معاك، ازاي في العيادة بتاعتك يا شباب لازم يكون حد معاك كارديولوجي. ليه؟ لان ممكن يحتاج فتره من الفترات اللي بيبقى ريسك انت بتعمل التست، ما ناخدهاش فايده. وعلاقه مهمه قوي ان احنا نكون حاطين في اعتبارنا التقدير ده. طيب حته ان انا اقول والله ده انا معك كل حاجه ومش محتاج حد معايا، يعني نظام العنتريه مش مستحب. طبعا اول ما تيجي تبدا الشيء لازم تحط في اعتبارك الاول هل هو انديكيتد ولا لا. ممكن يكون اصلا العيان عندنا في القسم او متحول من بره من حد، واحنا طبعا نفترض بعد كده بعد ما نعمله بطريقه صحيحه وصح، مفترض ان الزملاء بتوع الكارديولوجي هيبعتوا لنا الناس بتوع السيرجري اللي هم الليفر ترانسبلانت رينال ترانسبلانت يبعتوا لي. بس امتى؟ لما نعمله صح ونطلع داتا تفرق معاهم. ماشي؟ ونبقى جايبين جايد لاين تقول ان احنا الناس بري اوبرتيف، والكرايتيريا بتاعت الريسك العياده تدخله ولا ما تدخلوش عمليه. فهناخد فور اكزامبل مثلا الاكسجين ابتيك المينيمم كام اللي هو ممكن كات اوف بوينت، يقول لك مثلا كات اوف بوينت مثلا كام ملي لكل كيلو بالمان، اقل من كده ده ريسك ان يحصل له بص مختلف وهكذا. فعشان كده بتقول ايه؟ اول حاجه تدور على الانديكيشن العين ده جاي ليه؟ عشان يعمل كات اوف بوينت، لان هو زي ما قلنا شويه له ريسك. ماشي؟ طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده سابقا ان ممكن يكون العيان ده اوريدي معروف تشخيصه. يعني مثلا فور اكزامبل عيان عندنا سوبر، عيان سوبر ده احنا عارفين ان هو بيجيله ديسنا. طب الديسنا دي هل الجرين بتاع السوبر دي تفسر الديسنا؟ ممكن تجد انها تفسرها خلاص. واحد تاني لا ديسنا اكتر، يبقى وارد يكون معاه فرده كلمه. طيب هل الطرد الكلمة هو سبب الكيسنا ولا ان انا اقعد اديله حقنه بقى يكف؟ في هذه الحاله
لما تعمله تيست هيقول لك لا ده ارتبه مصدرك ايه؟ هو ده الامبراند اكتر. خلاص؟ في هذه الحاله يبقى اذا كونسلت زميل كارديولوجي علشان القصه انك انت تعالج اسم المرض. يبقى اذا وهل اللي بيكون تشخيص معروف بس فيه ديسبربورشنت سيمتوم. بالعكس ممكن واحد تلاقيه جاي يقول لك انا دكتور عندي ديسك وانت دلوقتي بتعمل له اكزامينشن مفيش حاجه خالص. لا واضح ان هو فيه بروبلم مستويات فيه ولا واضح ان هو كاردياك ولا واضح ان هو سيستميك بول زي انيميا او سايكوسيوزيس. انا بقول له ايه؟ سايكوجين مش كده؟ معظم ما خلاص يقول لك سايكوجين. هل انت شغل ان هو سايكوجين؟ ولا في حاجه هيدي منك؟ طب هل اكسبيني الاسم ده من ضمن الاساسيات او الاسماء الرئيسيه؟ طب ليه؟ لانك انت ممكن تكتشف اشياء ميسنج منك وانت تقول ده سايكوجينيك وبتاع. وانا على فكره شفت حالات قبل كده كنت اقول عليها سايكوجينيك وبدات تتاخر واحده كانت جوزها توفى وبتاع انت بعد ما توفى جوزها الحته دي بتوجعني فالمهم بريكورد الفين قلت لها يا حاجه طيب اضغط فين كده الوجع بيزيد الالتهاب بيزيد قلت ده اصله كوندرايتس وبرد عادي خالص. طبعا ما ننساش الستات دايما عندهم البيبت اوف سنسيشن بتاع الاثنين عندهم يعني سريشن بنفسه بعيد شويه فممكن ضغط الايد الواحد هي التمبر يعني. فهي الست بعد كده عملت مش لان قلت لها سيلو كارت وعملت مسخره وستنتين فحته ان احنا نستعجل منها تقول ان هي سايكوجينيك بوز مهمه جدا ان احنا ما نستعجلش نقولها. طبعا انا قلت من شويه ابتديت من فتره احنا ساعه حلوه ان احنا ضغطنشن وان احنا ازاي ان احنا شغالين فيه فعلا تمشي في الداتا بتقول ان في مرور من كل مكان خصوصا ان اخويا بتاعت برنامج ضغطنشن الحاجات اللي هي ايه؟ اللي هي غاليه جدا. قبل ما اعمل التيست لازم اخد اعتباري هل العيال ده فكره ان مش عامل تيست ولا لا؟ مهم جدا. ازاي كان كاتبه في الاول؟ اول شيء ليه؟ الاول هو محتاج يعمل الاختبار ولا لا؟ وهيعلم على هل هو ده اكسبلين ديسنا ولا ده اصلا ديسنا ديس بروبورشن للديزيز الموجود او السيفير بتاع الديزيز ولا ده انا بدي ايفالويشن للعيان ده ان هو بعمل له تريتمنت كتير وعايز اعرف ايه امبروفمنت ولا ده ولا العيان ده مثلا ان انا بعمل له ريهابيتيشن فور اكزامبل واشوف فيه تحسن ولا ما فيش وهكذا ولا ده بيبقى هو قبل العمليه. مهم قوي ان انا اعرف السبب ايه وبالتالي بوزن البنفت. عيان ده محتاج الاختبار ليه؟ والبنفت بتاعته هتبقى في ايه؟ وبعد كده هل في كونتر اندكيشن؟ مهم جدا. واحد ما قدر الله كان عنده ما يقدر الدكتور الله ايه؟ يجي له مثلا الدكتور شيست بين يجي له هايبوتنشن وسيمبو. العيان ده مثلا كان عنده في بروبلم ان هو السيرم هيتكسر واصل وقاعد كان السيتويشن بتاعه 85 الا قط في مشكله لان انا لما اجي اعمل له اكسرسايز تيست السيتويشن هينزل عن كده وبالتالي ممكن نخش في مشاكل. فعشان كده بنقول ان انا لازم اقارن بين البينيفيت والهازر بتاعت العيان. في ريليتيف كونتر انديكيشن هنا ما بيقيسش البينيفيت بس الريسك دي حاجات قليله يعني يعني لو في اسكيميا بس الى حد ما كنترول بالتريتمنت لو في مشكله في الحركه زي الاوكسوزينيك امثله كثيره للريلاتيف كونترا انديكيشن. الكونسنت دي مانداتوري وقبل ما اقول الكونسنت لازم العيان نقول له ايه اللي هيتعمل بالظبط ونعلمه وهنقول له البينيفيت بتاع التريتمنت قد الديزيز بتاعه وهنقول له وارد ان يحصل سايد افكت والسايد افكت ديت احتمالات بتاعتها كام تقريبا بناء على الداتا اللي انت هتشوفها في الشيت في الاول. يعني انت لازم اكون عامل له اي سي جي واي اسمه ضغطه وعارف الديزيز اللي كوموربيتي موجوده السابقه والسيتويشن بتاعه كام بناء عليها تقول والله لا احنا احتمالات قليله او متوسطه او كبيره ممكن يحصل في الميت. ماشي؟ فالكونسنت مهمة جدا وتبقى ريتم. طيب بعد الكونسنت يا شباب المفروض ان احنا بعد ما خدنا الكونسنت هنبدا بقى ايه؟
ناخد الداتا بتاعت العيان. الداتا بتاعت العيان طبعا في الاول زي اي شيت كلام ربنا، ناخد النام والايدج والسكس والهايت والويت. الهايت والويت والجندر مهم عشان بنعرف الشخص. المفروض ان انا بعمل له سبايرومتري قبل التيست كامل. فايدته ايه يا شباب؟ فايدته ان السبايرومتري ده باخد بيه في دي 1 بضربه في 40 عشان اطلع ماكسيمم بلانتر فنتريشن. وزي ما اتفقنا قبل كده الماكسيمم بلانتر فنتريشن ده مهم جدا، لان هو ده بيديك ماكسيمم فنتريشن اللي ممكن العيان يوصل لها. بحسبها منين؟ دي في الوقت بتاع العيان نفسه. وبالتالي العيان لو دي في الوقت بتاعه يعني امبير هيبقى برضه الماكسيمم بتاعه امبير. خلاص؟ طيب. هنا زي ما اتفقنا سابقا وقلنا ان البريسنج ريزات اللي هو عباره عن الفارق بين البيك فنتريشن دورنج البيك اكسرسايز من الماكسيمم بلانتر فنتريشن. المفروض علميا يكون في عندنا احتياط. والبريسنج ريزات. طيب الاحتياط ده لو مش موجود هيبقى ده معناه ان الليميت للاكسرسايز هو الاسبيراتري. خلاص؟ طب علميا المفروض بيبقى حوالي من 20 ل 40% يتبقى من الريزات عند البيك بتاع الاكسرسايز. ممكن احسب البريسنج ريزات ات ريست، ممكن احسبه ات بيك اكسرسايز، ممكن احسبه ات انيروبيك سوليوشن. فالريزات بقينا كلمه مطاطه. فممكن اقول بريسنج ريزات هم ساكت. اقول له يا حبيبي بريسنج ريزات ايه؟ يقول لك هات اكسرسايز. ماشي انا عايز اعرف الريتش كله. ات ريست اهو. ثم ات انيروبيك سوليوشن يعني تقريبا نص الاكسرسايز. وانا اقول له ات بيك اكسرسايز يعني هل هو ليميتنج الاكسرسايز ولا خلاص؟ فيبقى اذا السبايرومتري بالنسبه لي مهم جدا. تاني حاجه هعرف اذا كان فيه اوبستراكتيف ولا لا. طب هو اوبستراكتيف يبقى هنعمل اكسرسايز فلو فوليوم لو اللي احنا شرحناه سابقا. لان انا عرفت ان فيه اوبستراكتيف في الليفل ايفيكت، عايز اعرف هل فيه باي نايت هايبر انفليشن ولا لا. فهنا زي ما اتفقنا ان الاكسرسايز فلو فوليوم لو ده بيتعمل مش في كل الحالات، المفروض بتعمله لما انت تكون شاكك ان فيه اوبستراكتيف في الليفل ايفيكت. ماشي؟ فانت لما بتشوف الداتا قدامك هل هو اوبستراكتيف ولا ريستريكتيف؟ هتفيدك في الفيديو عشان ماكسيمم كلاس انفليشن. فالسبايرو بيتري ده من تحت بيتعمل في الانفليشن. طيب ال طبعا الدكتور المفروض بيمضي على اساس ان هو طبعا من الدكتور اللي هو مسجل الداتا بتاع العيان وهو ده المسؤول. لان لو في اي بروبلم في العيان هيبقى امضاء الطبيب اللي هو بيعمل التيست هو ده المسؤول عنه في انك تعمل مصدر لحاله او تعمل المسؤول عن المريض هو ده اللي بينتج مع ان هو عمل الايه؟ التربلمري اكسرسايز. طبعا الداتا الثانيه زي السموكينج والكلام ده برضه مهمه. دي البيرسونال داتا العاديه اللي احنا عارفينها. فلما نيجي بقى في منكم بديل العين جاي ده يتعمل تيست ليه؟ يا اما هو ريفيرد من طبيب زي الكارديو مثلا يقول لك والله يا دكتور انا العيان ده رايح يعمل ميجر اوبريشن وانا عايز اعمل بري اوبريتيف اسسمنت العيان ده هيبقى بوسبل يحصل له ريش اثناء الاوبريشن ولا لا. واحد تاني يقول لك لا يا دكتور ده انا بعيد من العيان ده لان هو العيان ده احتمال يعمل بانفل ديسك هو ميترال ستينوزيس او مش عارف ايه. فهنا لازم تبقى عارف السبب الريزون فور دوينج فرد برمونه بالاكسرسايز تيست. زي ما قلنا من شويه لو هو بيبتدي تريتمنت بتشوف الريسبونس بتاعه. بالذات لما تكون حاجه اكسبيرينس فمهم جدا انك انت تعمل له تقييم. وفي واحد يقول لك لا ده انا بعمل فولو اب لان انا كان مثلا كان واحد عيان مثلا بتعمل له ريهابيتيشن. فانا جاي العيان ده هل الريهابيتيشن الجلسات اللي بيعملها دي بتحسن عليه ولا ما بتحسنش؟ فطبعا بتعمل فرد برمونه بالاكسرسايز تيست عشان في داتا مهمه جدا عندنا وهي بتشوف الحاجات اللي ممكن تاثر على التيست نفسه وانت بتعمله. هتسال العيال انت عامل حاجه؟ بتروح شغلك؟ اه بروح شغلي يا دكتور. طيب وانت رايح الشغل وانت جاي؟
جالكش الشيستيرين في الريكوردر ده. طيب وانت ما جالكش مره المقه ضغط قوطه وبتاع وكلام من ده؟ طب انت بتاخد ادويه ايه؟ طبعا هنسال على الادويه اللي ممكن تاثر على التيست. فور اكزامبل زي ما قلنا من شويه البيتا بلوكر. بيتا بلوكر مثلا معظم العيال بتاعت الاكتشن بياخدوا بيتا بلوكر. طب انا مدي بيتا بلوكر هيبقى ايه؟ هيقلل الهارت ريت. طب انا الهارت ريت فول فاليو معايا اه؟ ما قلنا احنا بنعمل فول فاليو ده في ايكون لوحده اسمه هارت ريت بيوصف اوكسجين ابتيك. حاجه اسمها اوكسجين بادز. مش كده؟ اوكسجين بادز ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن سيروجيت او بديل للسبروك فوليوم. احنا قلنا الهارت اوتبوت عباره عن الهارت ريت مضروب في السبروك فوليوم. احنا الهارت ريت محطوط بايكون في الكير والستروك فوليوم محطوط بديل له هو الاكسجين بادز اللي هو قسم الاكسجين ابتيك على الهارت ريت. يعني كل 1 ستروك فوليوم بيدي قد ايه لتيشو اكسجين ابتيك. ودي وظيفه الستروك فوليوم. وبالتالي هنا الهارت ريت لما يتاثر بالبيتا بلوكر هتبقى مشكله طبعا ان انا في الداتا. بس انا هكتب ان هو بياخد بيتا بلوكر مش هوقفه طبعا لان انا ما ينفعش اوقفها. فعشان كده الاسئله دي مهمه ان انا ابقى عارفها في الديلي لايف اكتيفيتي بتاعت العيال. ما هو الانتر بريتيشن هتبقى ازاي؟ يعني انا لما اجي في ايتم مثلا بقول والله الهارت ريت بزاد. ده احنا قلنا بريسنج بزاد. الهارت ريت بزاد يقول لك احنا بنحسبه مثلا تقريبي يقول لك مثلا 220 ناقص الاي جي ان اي. وفي ناس يقول لك لا ده 210 مش عارف 7 من 10 زي 7 من 10 مطلوبه في الاي جي ان اي. في معدلات كتير بس اشهرها 220 ناقص الاي جي ان اي. طب انت هتحسبها له كده؟ لا هو بني ادم بياخد بيتا بلوكر هيبقى اقل من كده. مش كده؟ وبالتالي الفريسه اللي هارت ريت ريزيرف هنا هيبقى اقل من اللي انت قايله. وبالتالي لما تشوف العيان وهو على التيست وصل اقرب من الرقم ده ممكن يكون وصل له فعلا لان هو علميا هيبقى اقل من كده بسبب انه بياخد بيتا بلوكر. النقطه الثانيه احنا حسبتين على البريدكت ممكن يكون مني العيان عمال بياخد بيتا بلوكر. نعم؟ لو انا حسبتين على البريدكت بالنسبه للريشن بتاعت البريدكت هو احنا خدوا بالكم من حاجه بقى. الهارت مش زي البريسنج ريزيرف زي التوتال. يعني البريسنج ريزيرف هيقول لك ان النورمال ان لازم يتدخلي 20 ل 40% انما الهارت ريت ريزيرف لا يكون اكتر من 90% يعني ممكن يوصل لغايه 100% كمان مفيش مشاكل. ليه؟ لان الهارت ريت اساسا كله اوتونومي ما عندوش مشكله. انما عندنا بريسنج ريزيرف في اليمنت براند فمش هتقبله البرد هيبقى ليمت للتست بتاعك. خد بالك امتى الهارت ريت هيعمل مشكله؟ لو بدا يجي بكورونري يجي له انجينا بنش السيرم بدا يجي له بلاي دكتور. ماشي؟ انما ما شفناش حاجه هو بيجي يقول لك والله ضربات قلبي هي اللي وقفتني. مش هتلاقي حد يقول لك كده. انما يقول لك اه لا نفسي ما خلاص ما حدش قادر اكمل عن كده. فلازم يكون في ريزيرف. ازاي هتجد ان النورمال هارت ريت ريزيرف اكتر من 90% ممكن يقول لك 100% مفيش مشاكل معاه. اما البريسنج ريزيرف يقول لك لا اقل من 85% وناس يقول لك اقل من 80%. يعني لازم يكون في احتياطي بريسنج ريزيرف ما ينفعش. وزاد ده عكس دي بريسنج ريزيرف غير الهارت ريت ريزيرف. خلاص كده؟ بس الامور تبقى واضحه في ذهننا. هتيجي طبعا هتشوف الهايت والويت والكلام ده مهمه طبعا عشان بالمون فانكشن وعشان بريدكتد بالمون فانكشن هايت والكلام ده وبرضه الماس اندكس. كل دي داتا عاديه روتينيه اللي احنا بناخدها. البالس طبعا بنشوفه سيركوليشن زي ما قلنا لان لو اقل من 85 لو قلنا العيال انت ما هيبقى في ريسك ان احنا نعمله. والهارت ريت البيست لاين كل دي داتا بنشوفها بيست لاين. بلاد بريشر بتاع العيال بتقيسه قبل التيست وتقيسوا كل دقيقة أو دقيقتين أثناء التيست وفي نهاية التيست. نعم؟ أصعب ولا إحنا ذكرنا قبل كده وتفتكر يا دكتورة أسماء الرسمة اللي أنا جبتها لكم أهي.
اجيبها لك بقى اللي احنا قلنا لك. ايوه ليه تذكر الرسمه دي؟ انها في المحاضره السابقه وقلنا ان العيان وهو بيجري هيحط ايده على اكيد في الاكزامينر ويثبته ويكون انت اصلا دفع الكف حوالين دراعه قبل ما يعمل التيست وفاصله بس ايه الخطوط. كل اللي هتعمليه وهو بيجري هيثبت ايده وهو بيكمل جري عادي خلاص على كده. وتقوم الجري بقى موصله الخرطوم في جهاز الضغط بس خلاص. هتقيسي له مره في بدايه التيست قبل ما يعمل يعني التيست وكل دقيقه ودقيقتين هتقيسيه وبعد كده في نهايه التيست تقيسيه تاني. طب ليه بنقيسه يا شباب؟ لان الفسيولوجي بتاع الاكسرسايز اساسا الواحد لما بينزل اكسرسايز ضغطه بيعلى بس مش بيعلى الى ما لا نهايه. لو وصل 220 نوقف التيست سيستول والتايستول لو وصل 120 نوقف التيست خلاص؟ طيب امتى نوقف التيست؟ لو الضغط وطى يس لان ده عكس الاتجاه. لو بدا وهو بيجري بدل ما كان ضغط انا عارف البيس لاين كام وبدا يوطى العين بدا ايه؟ يخش هيخش السيمفور لان هو المفروض مع الاكسرسايز بيحصل ايه؟ سيمباثيتك اوفر اكتيفيتي. سيمباثيتك هو اللي بريدومن وبالتالي لازم يعلى بس بيعلى السيستول اكتر من الدايستول. الدايستول كمان ما بيعلاش قوي انما اللي بيعلى اساسا بريدومن السيستول. يبقى اذا قياس الضغط هنا مهم جدا مش علشان بس ان انا باخد داتا من العيان لا ده عشان بشوف الريسبونس بتاع البودي بتاع العيان ده هل هو فيسيولوجيكالي صح ولا غلط. لو دخل في اكستريم هايبر تنشن هوقف التيست. لو بدا يخش في هايبر تنشن هوقف التيست ماشي. يبقى اذا حته قياس الضغط دي مهمه. هما طبعا علميا بيقولوا ان انا لو هجيب اللي هو جهاز الضغط اللي هو بدون سائل اللي هو الزنبورتي يبقى احسن. ليه بقى؟ علشان يعني ده محتاج حاجه تثبته فالتاني قام جايب حامل وراح مثبته ودي برضه فكره مش وحشه. نعم ده عينه مليان ايه يعني هو يعني هو مش ايده انت شايلها ولا حاجه ده دوبك سنيله بس يعني عشان يعمل فيكسيشن انت بتقيس الضغط بس يعني. فده طريقه اللي هي قياس الضغط دي مهمه جدا علشان بس ايه يعني داتا زي ما قلت من شويه مهمه ان احنا نشوفها في العيان. طيب طبعا قبل التيست لازم نعمل اطيب الجهاز. ليه؟ لان الاطيب الجهاز هتقول للعيان ده هايبر كابنيك ولا لا الاول اللي مهمه جدا. ولو هو هايبوكسيميك هيبين لي الاوكسجين تنشن وده طبعا ادق من الفرصه زي ما قلت على السيركيليشن لان احنا عارفين الاوكسجين تنشن كده ولا ان السيركيليشن دي ما تكونش دقيقه اولا مش نفس السيركيليشن في الاطيب الجهاز. ثم الاوكسجين تنشن مش عندي ثم الاطيب الجهاز مش عندي ثم طبعا محتاج برضه اشوف الفلوس والكالسيوم والكلام ده. فالاطيب الجهاز مانداتوري نعملها قبل التست. طبعا بشوف العين فيها فيلر ولا لا بشوف النيك بين واللور ليم اذا كان في فيلر ولا لا لان طبعا ما يكونش اكيد كونديشن موجوده يعني ما يكونش جايب له اكيد السيرفيشن بتاع السوق دي واقول اكسرسايز تيست لان انا المفروض بعمل تيست لحاجات كرونيك مش حاجات اكيوت. وشوف الكاف بين عشان لو في جيبس وبص او لا ماشي. وده قلنا الاكزامينشن والشيست اكزامينشن دي حاجات مانداتوري زيها زي اي شيء. الداتا البيس لاين انا بشوف الضغط والسيركوليشن والكلام ده وفي اثنين سكور لازم اعملهم بيس لاين واثناء التيست زي البلاد بريشر وفي نهايه التيست اللي هو ديس سكور فاكر سكور ودول نفس التو تيست الموجودين في 6 مينت روم تيست اللي انتم ما بتسجلوش في الداتا. لذلك ان شاء الله هعمل لكم محاضره عن السبايرال روم 6 مينت روم تيست اللي انا بتعمل بطلب من صاحبي محمد جمال ده ولا موجود في الدنيا لان هو الريسك بتاعنا مش شغال وخلاص. ده يا فندم. ها؟ 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 ها؟